عنات يومية مهاجر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما تنقل لكم الجديد من داخل أو خارج المغرب. بعدما كنا بحفير المدينة درنا زيارة للمنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر، لكم فيديو قرر أحد الأصدقاء اللي مرافق ديالي هذا الصباح، نحن كلاش نضربوا واحد زور الدورة يعني هنا مرجية نواحي أحفير. احنا مشينا غادي نوري لكم الفيديو ان شاء الله مرجيه، ودروك احنا غادي نعين الالمو. صراحه المناظر جد خلابه، نتمنوا ربي باش يروينا بواحد الرؤيه. امطار الخير، اللهم اسقنا الغيث النافع ولا تجعلنا من القانطين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. انما الفلاحه خاصها الشتاء باش تنمو الحوايج تاع الخضروات، لانما فعلا راه مزيانه لحد الساعه ما كاينش جديد، راه مزيانه يعني ينقصنا الشتاء. نطلب من الله جميعا ان يسقينا المطر النافع يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث النافع ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث النافع ولا تجعلنا من القانطين. نطلبوا من الله، لانما الفلاحه والاغنام والابقار يعني جميع البهائم صراحة تلقى الأعشاب ديالها ما تأكل، يعني نطلبوا من الله القدير باش تكون هاد العام عام خير على الفلاحة وعلى الكل. غادي نقول لكم الفيديو إن شاء الله بحول الله. دابا ورينا لكم الطبيعة، ورينا لكم غادي نقول لكم مرجية. دابا دائما هنا في اتجاهين العلو، منظر رائع جدا. نتمناو باش المتتبعين داخل أو خارج المغرب باش يروق اعجابكم هذا الفيديو ودعموا القناة ديالنا. انا دائما نلم المغرب كاين مناظر زعما صراحة، يعني مش غادي نقولوا دول اخرى اللي فيها المناظر، يعني فعلا المغرب بلد رائع بمناظره الطبيعية والخلابة ومناخه المعتدل. يعني صراحة المغرب جيد جدا، مناظر تاع مش بنادم يجي يزورهم، يعني السائحين يقدروا يجيو هنا يزوروه. يعني كاين ما يدار، شوف الجبال، يا يعني دابا كيدبروا على الجبال ويدبروا على كل شيء. بقاو معنا في الفيديو كي نوصلوا. السلام عليكم قناة يومية مهاجر، ترحب بمتتبعيها من داخل المغرب أو خارج المغرب. الآن بعد ما درنا جولة بين الحدود المغربية الجزائرية منطقة أحفير، يعني مدينة أحفير تابعة للمنطقة الشرقية لوجدة. الآن راح نبصد غادي نمشيو لعين الأملو. قررت أنا والإخوة ديالي ندير واحد الجولة هاد الصباح إن شاء الله بحول الله. هادي الطريق تاع عين الأملو، الطبيعة الحمد لله راه مخيرة. نتمناو شوية الشتاء باش ترطب الكلوب ويكثر لنا المزروعات يعني والخضروات. الحمد لله يعني البلاد صاينة شربها شوية روية، إن شاء الله باش ربي يكمل بخير، باش الفلاح ينشطو وحتى الناس تنشط. يعني إنما تكون الفول والجلبان، هاد يعني المنطقة معروفة بالفول والجلبان ديالها، الخيرات ديالها. صراحة نتمنى من الله العلي القدير أن يرزقنا الشتاء النافع. صراحة شاهدوا معي منظر رائع، جبال خضروات يعني الخضرار بدأت علامات فصل الربيع تظهر على الأراضي الخضرار. سنا واحد الرؤية إن شاء الله في اتجاه عين أملو. المنطقة تاع أحفير يعني معروفة، بغينا ندير واحد الجولة فيها، يعني كنسبق لي وزرتها. هانتوما كنتوما تشاهدون يعني الخضرار، يعني الجبال. صراحة المغرب فيه مناظر رائعة وخلابة تلفت الأنظار. تمنوا العناية وتوسيع الطرقات وحفر الآبار يعني هذا هو اللي خص. يعني الطريق ملتوية كما تشاهدون، يعني ما تسمحلكش باش تجري بواحد السرعة فائقة. غادي في اتجاه دائما عين أملو، طريق ضيقة. المهم
احنا في الاتجاه فين السعلي؟ مرجية. دابا احنا داخلين المرجية. شوفوها يعني صراحة نزورها في الصيف، هذه مدة ما جيتش مع ما كنت في عفير. قررنا باش نجيو نقضيو هاد الصباح انا والصديق ديالي هنا. صراحة مناظر رائعة. الناس راه خدامة، واحد الساري جينا كانوا يجيو يعوموا فيه، يبان لي فارغ. خوابه دائما. نحن هنا في مرجية احفير بلاد جلبان والفول وقرنيع قوق. هاو جلبان بعدا هنا في الطربان كما تشاهدون. خضيرار فلاحة صاحب الرؤية تكون مزيانة. أشكر جميع المتتبعين من داخل أو خارج المغرب على ريزابوري ديالكم المشاهدات. فعلا انا راني كررت لكم لي زابوني والمشاهدات، انما خصنا نتعاون فيما بيننا لكي نصل ونحقق جميع الشروط، الا وهي الألف مشترك و 4700 مشاهده. كما دائما اقول لكم بانما الألف مشترك بقي لي الا القليل القليل، بفضلكم انتم كمتتبعين ومشاهدين لهذه القناه. لكم مني جزيل الشكر والاحترام والتقدير على هذا لي زابوني ديالكم. فعلا فرحت كثيرا بوضعكم لأبوني وجيم وبعض التعليقات. كما أشكر جميع الإخوة اللي قالوا لي دير هاد لاشين من المغرب وخارج المغرب، اللي زعما تشجعوني وقالوا لي دير واحد لاشين، لأنما فعلا كنت أتعامل مع الفيسبوك يعني العالم الأزرق. فعلا قالوا لي ما ديرش قناة. فعلا وفكرت واستشرت مع الزوجة فعلا وفتحت قناة، رغم أنني توجهت لإسبانيا يعني قعدت فيها واحد شهرين للعلاج ما درت حتى شي فيديو. هذا هو السبب اللي جعلنا باش نديروا لكم شي فيديوهات يعني، ويعني كنت ناوي باش نحقق هاد 1400 ساعة مشاهدة في أقرب وقت. شاهدوا معي جبال طريق، صراحة مناظر رائعة جدا. خرجنا من مرجية، فين غادي نمشيو السعلي؟ المو. عين المو نمشيو. قررنا هذا الصباح باش نديرو هذه الزيارة ونشوفوا المناطق والمناظر الخلابة الطبيعية. سبحان الله عظمة الخالق. جبال من الله الصحة والعافية، ونتمنى لجميع القنوات صغيرة وكبيرة دائما المزيد من النجاح. عندنا سواسية كي الصغيرة والكبيرة، إنما الصغير إن شاء الله سوف يكبر والكبير سوف يكبر أكثر. نتمنى التوفيق للجميع لجميع القنوات، ونتمنى من جميع القنوات أن يتساعدوا مع بعض القنوات الصغيرة وتدعيمهم وإيصالهم للوصول إلى الشروط المطلوبة من إدارة يوتيوب ملك تحقيق 1000 مشاهدة و 4000 ساعة. 1000 مشترك و 4000 ساعة مشاهدة. شاهدوا معي المناظر الطبيعية، الجبال. الحمد لله نقصنا شيئا ما في الشتاء وتكون الأمور جيدة جيدة جدا. صراحة شاهدوا معي عظمة الخالق، عظمة الخالق. زعما صراحة واحد مود الدراجة راه جاي منا جاي بالفول يمكن ولا الجلبانة. أنا الحمد لله على خيرات بلادنا فيها كل شيء. خصنا العناية بالطرقات والإنارة والاسينيسمون يعني تاع الواد الحار وكل شيء، يعني تغطية بعض الحفار. المنطقة زعما صراحة حفروا لها الآبار تكون منطقة سياحية زعما رائعة صراحة.
بعد ما درنا جوله مدينه احفير والمنطقه الحدوديه لانجينا العين تريو كما تشاهدون هنا، يعني منظر رائع. نتمنى للمتتبع قناه يوميه المهاجر باش يدعموا القناه ديالنا، بجيمو ابوني وتفعيل الجرس. هاد العين يعني الماء ديالها جد رائع وكنشربوا منه سنود. نتمنى للمتتبع قناه يوميه المهاجر باش يدعموا القناه ديالنا، بجيمو ابوني وتفعيل الجرس. هذه المنطقه كأحفير معروفه بالخضروات والخضرار ومناظرها الطبيعيه بالجبال، غادي تشوفوا في الفيديو ان شاء الله. الان انا في هذه العين تريو، جيت خصيصا انا والاصدقاء، يعني الصديق ديالي والابن ديالو، درنا واحد الغرض ودرنا جوله من المنطقه الحدوديه الجزائريه، والحمد لله درجينا لهاد العين تريو، يعني شفنا المناظر. يعني خصنا واحد شويه الشتاء وخا ما كاين هاد العينين، يعني كاين الخضرار زعما صراحه وبور جيده. نتمنى هاد الفيديو باش يعجب المتتبعين ديالو، روك الاعجاب ديالكم وديرو لنا جيبو ابوني وفعل الجرس. عين رائعه جدا، الناس كتجي تسكي بها ورقيالي. غادي تشوفوا الفيديو دائما قناه يوميه مهاجر من عين المو. هنا نقول لكم الفيديو المتتبعين قناه يوميه مهاجر من داخل او خارج المغرب. نتمنى هاد الفيديوهات باش يعجبوكم. هادي عين المو يعني تاع احفير، المناظر رائعه جدا كما تشاهدون، ومرشيقة. نتمنى باش تنال الاعجاب ديالكم. معكم من عين المو يعني احفير، جبال يعني الخضرار. ما دائما قناه يوميه مهاجر الحمد لله. بعد ما قلنا لكم يعني هذا الفيديو نتاع الطريق تاع احفير وجينا للمرجيه ونعين التريو، نتمنى باش هذا الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، ودعموا القناة ديالنا بجيمو ابوني وتفعيل الجرس. نتمنى باش الامور تكون بخير وعلى خير. دائما نتمنى للقناة ديالنا باش دير الاجتهادات وتنقل لكم اشياء جيدة. ما بقي لي الا ان اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفول الخيرات، بارك الله. دي جات احفير الله يكمل بخير. تحياتي الخالصة لمتتبعي قناة يومية المهاجر من داخل المغرب وخارجه. إلى اللقاء، انتظرونا في فيديوهات آخرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.